السلام عليكم. الجزائر كتخسر مليارات الدولارات من اجل تشويه سمعه المملكه المغربيه. الجزائر كتخسر مليارات الدولارات من ارزاق الشعب الجزائري على مرتزقه البوليزاريو. ملايير الدولارات تتنفقها وينفقها النظام الجزائري لصحفيين ولجرائد صحفيه ولسياسيين من اجل حشد دعم لمرتزقات البوليزاريو. من بعد الخطاب ديال جلالة الملك في 6 نوفمبر من السنة الحالية وإطلاق المشاريع الكبرى بالمملكة المغربية وخصوصا ربط بريطانيا بالكهرباء، نعرفوا بأن واحد المشروع ضخم شمال الأقاليم الصحراوية غادي يضوي 7 مليون منزل ببريطانيا. البريطانيين تأكدوا بأن هذا المشروع من المشاريع الكبرى التي تجمع بين المملكة المغربية وكذلك بريطانيا. فقام النظام الجزائري واللي كيدير هادشي منذ مدة ونفق الملايير ديال الدولارات مع جهات سياسية غادي نقولها لكم ومع صحف دولية وغادي نعطيكم المعلومة كاملين. لكن بلا ما نطولوا معكم، ما تنساوش أنه هشام خضري قناتي إعجاب اشتراك، لا تحرمنا من الإعجاب ومتابعة الحساب. المغرب أولا ولا غالب إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خنا. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. الجزائر عندنا وثائق تثبت بأنها دايرة علاقات مع جرائد معروفة بريمز، منها سياسيين معروفين هناكين. عندنا وثائق تثبت بأن هذا السيد هذا خدع عبر مؤسسات أزيد من واحد شنقول لكم ملايير ديال الدولارات خدها من أجل مهاجمة المملكة المغربية في مقالات. هاد المقالات تتكتبوا في الجرائد ولا الجريدة، كيتكتبوا في هاد الجريدة اللي هي تتعب للنظام الجزائري، تبنوها الإعلام في الجزائر وتيقولوا شوفوا سيدي راه واحد المقال خرج من الجريدة الفلانية في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا جاء من جهة البوليزاريو وكيهز بالجزائر وكيعطي قيمه للجزائر كيبنيو عليه. هذا المقال مكتوب في البلاغ. نخلي لكم بعض الوثائق هي كدوز من بعد الاتفاقيات مع مؤسسات معينه ومؤسسات معروفه بالولايات المتحده الامريكيه. فهاد كين هذا عبر جهات وصيه من مالي وقع اتفاقيات مع النظام الجزائري، واخر ما خدا واخر ما توصل به هي حوالي 3 مليون ديال الدولار توصل بها هاد كين هادو على بعض المقالات كتبهم. تخيلوا معايا انتم مقال كيتكتب في جريدة معينة، كيتكتبوا جهة سياسية معينة، كياخذ عليه كاتبه 3 مليون، 2 مليون، مليون ديال الدولار. راه الملايير ديال الدولارات ديال النفط وديال الغاز ديال الشعب الجزائري تتمشي للمخيمات الروبيني، كتمشي لابن بطوش، وكتمشي لدعم جبهات المرتزقة. كنعرفوا بأن الجزائر افتعلت قضية الصحراء المغربية وهي تنفق الأموال وكتجيب لها الدعم وكتقلب لها الدعم، وآخر ما غادي نهضروا عليه هو الاتفاق ما بين جنوب إفريقيا والجزائر من أجل تشكيل جبهة من البرلمانيين للدفاع عن فكرة البوليزاريو التي هي فقط في عقلية النظام الجزائري ونظام الكابرانة. هاد الكابرانة ديال الجزائر وهاد النظام وهاد بونيف وهاد غيرهم هادو اللي تهجموا على المملكة المغربية، وحيدوا غير الطوابير على الحليب وعلى السميد، وحيدوا غير الطوابير اللي وصلت المالي وصلت النيجير حتى هي. النظام الجزائري ما قدرش يحرر حتى النشيد الوطني ديالو اللي هو كتحكم فيه فرنسا، ما قدرش يجيب الجماجم ديال الاجداد ديالهم من فرنسا تسرقوا التراث المغربي، كيسرقوا اي حاجه مغربيه فقط باش يوقفوا الحجره يعترف فيها المملكه المغربيه. فصراحة العقدة بالنسبة للجزائر هي المملكة المغربية. تيقول لك البعض أنت تتحدث عن الجزائر كثيرا والفتنة وكذا وكذا، إذا كنت كتبان لك هذه فتنة فحاول ما تفرش في الفيديو، ما تحاول ما تعلقش عليا، دير اللي يعجبك، المهم ما تعاودش تفرش فيها. أنت كيبان لك أنتوما نديرو حنا جيران جوج الناس، واحد جارك حداك وجاب واحد المجموعة ديال الناس وهذوك الناس دارهم فوق داره، والدور ديالهم أنه يضربوك بالحجر ويعطيهم الماكلة ويضربوك بالحجر. هاد الناس هادو الدعم ديالهم فكنعرفوا جنود من المغاربة، كنعرفوا الأبناء ديالنا جنود في الصحراء المغربية، وكنعرفوا بأن الحماة ديال المملكة المغربية هم القوات المسلحة الملكية وهم أبناء مغاربة.
انت باش تجيب تشد واحد المجموعه ديال المرتزقه فوق بلادك تخسر عليها الغالي والنفيس مليارات ديال الدولار تخلي شعبك فيه الجوع من بعد تجي تقول لي انت راه تدير الفتنه. شوف المغرب اولا ولا غالبا الله وعاش المغرب ولا عاش من خانه. شوف كي يقال امتلك لك وطنا ان تجعل راسي فهو وسادة لك ذات يوم، وانا لي وطنا فانا حمد الله وشكروا على بلادي، اللهم هدن وطننا وانصر سلطاننا. مهم دائما تحت شعار خالد الوطن الملك يعلم الله كم احبك يا وطن. ستوا المغاربه لهنا عرفوا بلا ما نطول عليكم الفيديو فيه كثر ما يتقالوا، اللي بغى الوثائق يتصل بيا في الخاص نعطيهم لي. خليتكم على خير المغاربه فين ما كنتوا، تنبغيكم بزاف، الى اللقاء. قطعي